بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. في إطار درس القوانين الإحصائية، غادي نقدم إن شاء الله تمرين يعني مبسط حول الوراثة المرتبطة بالجنس عند الحمام. بالنسبة للنص التمرين، فهو يتضمن مقدمة بسيطة تكون أنثى الحمام متغيرة الأمشاج إكس إيغريك والذكر متشابه الأمشاج، فهذا غادي نفصله، هذه المقدمة. أيضا نص التمرين يتضمن التزاوج الأول ثم التزاوج الثاني ثم الأسئلة: حلل، استخلص، مستعين. السؤال الثاني: مستعين من شبكة التزاوج، يعني التفسير الصبغي، اعطي النتائج المنتظرة. فهو تمرين جد بسيط، عليه جوج نقاط الامتحان الوطني. إذا هنا غادي نشوفوا سياق التمرين. المقدمة ديالو: تكون أنثى الحمام متغايرة الأمشاج إكس إيغريك والذكر متشابه الأمشاج إكس إكس، عندي بحال مثلا الإنسان فالذكر عنده إكس إيغريك، بينما الأنثى عندها إكس إكس. هنا بالنسبة للطيور وبعض ديدان القز وغيره، فعندهم الذكر فهو متشابه الأمشاج والأنثى متغايرة الأمشاج. غادي ناخذ صور، فهنا الذكر فهو متشابه الأمشاج إكس إكس والأنثى فهي متغيرة الأمشاج. عنده التزاوج الأول، بالنسبة للتزاوج الأول تم بين ذكور من سلالة نقية ذات ريش أزرق وعيون سوداء وإناث من سلالة نقية ذات ريش بني وعيون برتقالية. ركزوا هنا على سلالة نقية. أعطى هذا التزاوج خلفا يتكون من أفراد كلهم باش عندهم ريش أزرق وعيون سوداء. شوفوا الصور، هنا ذكر بريش أزرق وعيون سوداء، زوجناه مع أنثى بريش بني وعيون برتقالية، أعطى جيلا كل أفراده بريش أزرق وعيون سوداء. يعني هذا الجيل إف واحد في جيل متجانس. أش غيقول يعني هنايا القانون الأول لمندل فهو محقق، ثم سيادة الريش الأزرق على الريش البني، يعني الحليل المسؤول عن الريش الأزرق هو السائد، وبينما الحليل المسؤول عن الريش البني فهو متنحي، الحليل المسؤول عن العيون السوداء فهو سائد، والحليل المسؤول عن لون العيون البرتقالي فهو متنحي. إذا هنايا هذا التزاوج فغيعطيني فكرة على السيادة، وعلى حسب الاف واحد واش متجانس ولا غير متجانس الى اخره. وهنايا الصفه، شحال عندي من صفه؟ عندي صفه واحده، صفه لون الريش، يعني هجونه احاديه. بالنسبه للتزاوج الثاني، تم بين ذكور الصوره بين اناث من سلاله نقيه ذات ريش ازرق وعيون سوداء وذكور بنية، يعني من سلالة نقية ذات ريش بني وعيون برتقالية. هذا التزاوج مع التزاوج الأول فعكسناه، إذا التزاوج الثاني فهو تزاوج عكسي. واش غيعطيني نفس النتيجة ولا لا؟ إذا عطاني نفس النتيجة فالمورثة غير مرتبطة بالجنس، صافي غادي نبقى. ولكن إذا عطاني النتيجة مخالفة تنقولهاش، فالمورثة المسؤولة عن صفة من الصفات فهي مرتبطة بالجنس. غادي نشوفوا واش المورثة المسؤولة على لون الريش هي المرتبطة بالجنس أو لون العيون أو هما معا. إذا هنا النتيجة أعطتني 50% ذكور بريش أزرق وعيون سوداء، وأعطتني 50% إناث لها ريش بني وعيون سوداء. إلا لاحظت أن عيون سوداء بقات هي، بينما الريش الأزرق والريش البني لا، جيل غير متجانس. إذا هنا عندي تجانس في لون العيون السوداء، وعندي عدم تجانس في لون الريش. إذا هنا بالنسبة للعيون السوداء فهي غير مرتبطة بالجنس، يعني المورثة فهي محمولة على صبغيات لا جنسية، بينما المورثة المسؤولة على لون الريش فهي محمولة على صبغيات جنسية. وبالتالي نتحدث عن مورثتين مستقلتين، واحدة لا جنسية واحدة جنسية.
أنا فقط ندير مقارنة بين نتائج التزوج الأول والتزوج الثاني. بالنسبة للتزوج الأول أعطاني إف واحد تكون أفراد كلهم ذو ريش أزرق وعيون سوداء. إذن هنايا في هذا الجيل فهو متجانس، بينما بالنسبة للتزوج الثاني أعطاني جيلا متجانسا بالنسبة لصفة لون العيون السوداء، وجيل غير متجانس بالنسبة للون الريش فقط. بالنسبة للسؤال رقم واحد، حلل نتائج التزوجين الأول والثاني واستخلص كيفية انتقال الصفتين المدروستين عند الحمام الروماني. هنا غنتكلموا على الهجونة، واش هجونة أحادية ولا ثنائية. ثانيا الجيل اف واحد واش متجانس ولا غير متجانس، القانون الأول لمندل واش محقق ولا غير محقق. ثم ثالثا غنتكلموا على السيادة، من هو الحليل السائد من هو الحليل المتنحي. ثم رابعا غنتكلموا على مقارنة بين التزوج الأول والتزوج الثاني، ماذا يمثل التزوج الثاني بالنسبة للتزوج الأول. إلا بالنسبة للتزوج غادي نقول تزوج عكسي، واش غيعطيني نفس النتائج؟ إلا عطاني نفس النتائج فهي غير مرتبطة بالجنس، ولا عطاني نتائج مخالفة فهي مرتبطة بالجنس. غادي نشوف شكون هي الصفة المرتبطة بالجنس وشكون هي الصفة الغير مرتبطة بالجنس على بركة الله. بالنسبة عفوا السؤال رقم جوج، مستعينا بشبكة التزاوج، هذا السؤال بهذا الطرح كيقول لك دير التفسير الصبغي الآباء، ثم المظهر الخارجي، النمط الوراثي، الأمشاج، شبكة التزاوج. هذا هو الجواب على هذا السؤال، ماشي غتمشي ودير شبكة التزاوج. إلا درتي شبكة التزاوج شفنج. اعطي النتائج المنتظرة لتزاوج ذكور من اف واحد مع اناث ذات ريش بني وعيون برتقاليه. هنا غادي نشوفوا ماذا نستخلص. يتعلق الامر بهجونه ثنائيه نظرا لدراسه انتقال صفتين وراثيتين عند الحمام الروماني، وهما لون العيون ولون الريش. بالنسبه للجيل اف واحد فهو جيل متجانس، اذا افراد الجيل اف واحد كلهم متجانسون وهجناء، اذا القانون الاول لمندل فهو محقق بطبيعه الحال في الاباء من سلاله نقيه، راه مذكور عندك في نص التمرين. اذا فالحليل المسؤول عن اللون الاسود للعيون سائد، نرمز له بان كبيره، بينما الحليل المسؤول عن اللون البرتقالي للعيون متنحي، ونرمز له بان صغيره. بالنسبه للصفه الثانيه، لون الازرق للريش سائد، نرمز له ب كبيره، واللون والحليل المسؤول عن اللون البني للريش متنحي، ونرمز له ب صغيره. نستخلص التزوج الثاني، هذا التزوج عبارة عن تزوج عكسي بالنسبة للتزوج الأول، وأعطى نتائج مخالفة للتزوج الأول فيما يخص صفة لون الريش، في حين تظل النتائج 50% 50%، في حين تظل النتائج نفسها بالنسبة لصفة لون العيون عند الذكور والإناث. إذا هنا عدم تحقق القانون الأول لمندل بالنسبة لاش بالنسبة للصفة ديال لون الريش، أما لون العيون فهو محقق رغم أن الأبوين من سلالتين نقيتين، لأن الخلف تكون أفراد غير متجانسون، غير متجانسون بالنسبة لصفة واحدة، أما الصفة الثانية فهم متجانسون. السؤال الذي يطرح، هل مورثة لون الريش عند الحمام الروماني محمولة على الصبغ الجنسي X أو على الصبغ الجنسي Y؟ بما أن صفة لون الريش عند الحمام الروماني تخص الذكور والإناث في التزوج الثاني، وكذلك المظهر الخارجي للذكور فهو يختلف عن المظهر الخارجي للإناث، والذكور ورثوا صفة أو لا المظهر الخارجي للأم، علاش؟ لأن الذكر عنده إكس وحدة ياك، والأنثى عندها دوز إكس، إذا هنا إكس إيكغريك، فالإناث أعطات لأولادهم صفة يعني المظهر الخارجي. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المورثة المسؤولة عن لون الريش عند الحمام فهي مرتبطة بالجنس، وبالتالي فهي محمولة على إكس. مورثة لون الريش عند، يعني خلاصة بالنسبة لهذو، مورثة لون الريش عند الحمام الروماني فهي محمولة على صبغي جنسي إكس، والمورثة الأخرى المسؤولة على لون العيون فهي محمولة على صبغي لا جنسي. إذا فالمورثتان مستقلتان، ضروري نقول هذه المعطيات. هذا هو الإجابة يعني على التمرين الأول. ندوزو للنتائج المنتظرة، نتكلم على التفسير الصبغي. النتائج المنتظرة لتزاوج ذكور من إف واحد وإناث ذات ريش بني وعيون برتقالية، هنا الآباء
أنثى ثنائي التنحي ذات ريش بني وعيون برتقالي، يعني اللي عندها صفة ديال الريش المتنحية وعيون وديك صفة ديال لون العيون فهي متنحية، مع ذكر من اف واحد. اف واحد راه عنده المظهر الخارجي السائل. المظهر الخارجي بالنسبة للأنثى عندها ان بي، والذكر عنده ان بي. هنا بالنسبة للأمشاج، عفوا بالنسبة للنمط الوراثي، ف ان هذا غنكتبو ان على ان، وهذا غادي نكتبو اكس بي ايغريك. علاش؟ هذه مرتبطة بالجنس وهذه غير مرتبطة بالجنس. بالنسبة للان بي بالنسبة للذكر فعنده هنايا مختلف الاقتران حقيقة من اف واحد، والانثى وعفوا والصفة يعني المرتبطة بالجنس غنكتبو اكس كرون بي اكس بوتي بي. علاش؟ حتى هو من اف واحد، ورثة حليل من عند الاب وحليل من عند الام، ونجمعو عنده جوج. بالنسبة للأمشاج فعندي إن صغيرة غتمشي مع إكس بي، وإن صغيرة الأخرى غتمشي مع إيكغريك. نفسهم يعني تعطيني واحد 50%، 50%. بالنسبة لهنا، بالنسبة لهاد الحالة الثانية ديال الذكر من إف واحد، بما أن المورثتين مستقلتين، هنا القانون الثالث لمندل فهو مطبق. إذا إن كبيرة غتمشي مع إكس بي، إن كبيرة مع إكس بي صغيرة، ثم عندي إن صغيرة مع إكس بي، وإن صغيرة مع إكس بي صغيرة، إن صغيرة مع إكس بي صغيرة. غادي نشوفوا الأمشاج، المشيج الأول، المشيج الثاني، المشيج الثالث، والمشيج الرابع. بالنسبة للنسب، بما أن القانون الثالث لمندل قانون استقلالية الأمشاج مطبق، إذا فغتكون عندنا 50% 50%. ثم هاد المعطيات كل هذه الأمشاج غنديروها في شبكة التزاوج. بالنسبة لشبكة التزاوج عندي المدخل الأفقي في الأمشاج الذكرية، المدخل الأفقي ندير الفوق، وهذا المدخل العمودي اللي فيه الأمشاج الأنثوية. هنا إن كبيرة إكس بي كبيرة، إن كبيرة إكس بي صغيرة، إن صغيرة إكس بي كبيرة، وإن صغيرة إكس بي صغيرة. بالنسبة للإناث حيتاش متغيرة الأمشاج وثنائي التنحي، إن صغيرة إكس بي صغيرة ثم إن صغيرة إيكغري. بالنسبة لهاد الخانة إن مع إن وإكس مع إكس، دونك هنا نشوف أول خلية بيضاء، هنا النمط الوراثي، وهنا المظهر الخارجي، والنسبة 1/8. نفس الشيء بالنسبة للثانية، ان كبيرة على ان صغيرة، اكس بي صغيرة اكس بي صغيرة، وعندي هنايا ها ان كبيرة والسائد ان، ثم عندي بي. نفس الشيء بالنسبة لجميع ال، يعني شحال عندي من بيضة؟ 8 ديال البيضات. ولكن المظاهر الخارجية، عندي مظهر خارجي ان كبيرة بي كبيرة معاود جوج مرات، ان كبيرة بي صغيرة معاود جوج مرات، ان صغيرة بي كبيرة معاود جوج مرات، وان صغيرة بي صغيرة معاود جوج مرات. إذا هنا 1/8 زائد 1/8 شحال غتعطيني؟ 25% في جميع الحالات، 25 25 25، يعني نتائج محصل عليها 4 ديال الأمشاج اللي حصلنا عليها، عفوا 4 ديال المظاهر الخارجية اللي حصلنا عليها، ماشي 4 الأمشاج عليها. المظاهر المحصل عليها هي 4 بنفس النسب. هذه هي النتائج المنتظرة. أول نسبة غنمشيو من اليمين لليسار، ماشي مشكل، عندي ريش بني وعيون برتقالية، ثانية ريش أزرق وعيون برتقالية، ثالثة ريش بني وعيون سوداء، ثم عندي في النهاية ريش أزرق وعيون سوداء. إذن هنا عندي مظاهر أبوية ومظاهر جديدة التركيب. إذن هنا تنكون أنهينا هذا التمرين، وكيبان بأنه راه ماشي شي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله.